يعني احنا النهاردة بنتكلم على فكر مختلف تماما، ممكن يبقى صندوق صادر من الحكومة كفكر انه ملوش دخل بالحكومة كإدارة. لا، لانه الصندوق ليه مجلس امناء، هذا المجلس امناء من اصحاب الصندوق، اصحاب الصندوق هي الدولة وبالتالي وزارة التخطيط، وهي الوزارة المعنية برئاسة وزيرتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية دكتورة هالة السعيد، ومعها ثلاث وزارات وزارتين أساسيين أخرى، هي وزارة الاستثمار ووزارة قطاع الأعمال العام. حلو، هنا بقى نيجي على وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام وجهات أخرى. خلينا في وزارة الاستثمار، مجلس الأمناء ده لا يدير. طيب هنا بقى النقطة دي، انت لما بتتكلم بتقول ايه؟ بتقول ان هو المساهم الرئيسي، أيوة. جاز التعبير، واخد بالك؟ فانت عندك وزارة قطاع الأعمال، وعندك وزارة الاستثمار، وبنك اعتقد فيه عندك مؤسسات داخلة مش بس بفلوس ولكن بأصول كتير، مش كده؟ لما بتتكلم على 5 مليار جنيه المدفوعين، ان هو الرأس مال مصدر 200 مليار مش كده؟ مظبوط. المدفوعين دول منين؟ من الدولة، من المالية. منين؟ من وزارة المالية. منين برضو؟ يعني هل هي ديون؟ هل هي أصول؟ هل هي فلوس؟ هل هي إيه؟ هي استثمارات في لسه لم يتحدد وتبلور أو لم يعلن الشكل النهائي، لكن احنا بنقول إن احنا كمان في تلميحات ليه مصادر دخل التمويل من التدفقات النقدية ليه. فاحنا عندنا مصدرين، في مقترح ان عوائد بيع حصص الحكومة في شركات قطاع الأعمال العام تخش في الصندوق، ده مقترح كل او جزء، يعني بمعنى ان احنا العوائد دي نقسمها تلت وتلت وتلت، تلت يذهب لسد عجز الموازنة، تلت يذهب للإصلاح والاستثمار في هذه الشركات والبنية الأساسية، والتلت يروح للصندوق، ده جزء. الجزء الثاني أنه الغاز اللي ربنا أكرمنا به اللي هيبتدي إن شاء الله إنتاج في العام المالي القادم، هو بدأ الإنتاج بس أنه يكفيك، يعني الإنتاج التجاري، أنا بتكلم على حقل ظهر والحقل الآخر، أنه اللي هو هيبتدي يدخل مليارات من الدولارات من الفوائد، لانه كده غطى الاحتياج المحلي بالزبط. ودخلنا في مرحله التصدير بالاضافه الى اتفاقيه نقل الغاز من خلال الانبوب المصري، ده هيدخل لنا عوائد دولاريه قد تكون جزء منها او كثير منها يوجه للصندوق، لان الصندوق ممكن يعمل طفره من واقع الممارسه الفعليه. حضرتك عارف انا بشتغل مع قطاع خاص وقطاع العام، هناك عوائق كثيرة للتعامل المباشر في مجالات المشاركة والتنمية مع قطاع العام وأصول الدولة. هذا الصندوق بيبص بصفة مبدئية على 100 أصل كبير و 3000 أصل صغير حسب التعريف. هيتم عمل قاعدة بيانات إلكترونية موجودة، هيبقى بالتالي دخل هذه القيمة بقيامها في الصندوق. هذا الصندوق لن يبيع أصول الدولة، يعني مش هناخد أرض ونبيعها وده معلن، لكن أما أقول أن أنا عندي قطعة كبيرة من الأرض محتاجة تنمية أو مصنع محتاج ضخ رؤوس أموال، أنا كصندوق ممثلا عن الدولة بخش شراكة مع المستثمر سواء كان محلي أو أجنبي بناء على اتفاقيات مشاركة الأرباح. وبالتالي هذا الصندوق كمان سيخدم مصر، لو أنا بصيت أن أنا بحط وصول ب 200 مليار يبقى أنا بسهولة قوي أقدر أتوقع أن أنا أقدر أجذب 200 مليار آخرين للاستثمار لو أنا دخلت مشاركة 50% 50 مليار. يعني تقدر تقول أنها كمان إدارة لأصول الدولة؟ هي بالأخص وبالأولى والهدف هي الإدارة، مش يعني خلينا نقول إيه، إحنا عايزين نحسن الإدارة، عايزين نجذب الاستثمار، عايزين نطبق معايير الحوكمة والشفافية. ومصر استطاعت برضو من الأخبار السعيدة اللي أنا عرفتها إن تم الاتصال بالمنتدى الدولي للصناديق السيادية، وهو كأنه الكيان المنظم، هو ملوش سلطة بس هو اللي بيحكم عمل وبيحط أسس وبروتوكول كيفية عمل الصناديق السيادية. best practice يعني. بالظبط كده، best practice، أفضل الممارسات. وتم التوقيع إن هذا المنتدى يكون
في مصر بصفته كمراقب لهذا الصندوق، ثم ينتقل عندما يتأسس صندوق ويبتدي يعمل بصفته عضو، أو مصر تخش عضو في هذا المنتدى.